مساء الخير عليكم، ورجعنا بعد الفاصل. في جملة كلنا كنا بنسمعها وهي جملة اعتزل ما يؤذيك. كلنا عارفين ان الجملة دي معناها ان ابعد عن اي حاجة ممكن توترني، ابعد عن اي حاجة ممكن تتعبني نفسيا، تسبب لي قلق وتوتر وتعب نفسي، وتسبب لي ارهاق في حياتي. كل الجمل دي بتخلينا نقول ان اكتر حاجة ممكن تتعبنا نفسيا هي العلاقات المؤذية اللي بتخش حياتنا، العلاقات اللي دايما تعبانة، دايما بتأذينا في مشاعرنا وتأذينا نفسيا. العلاقات دي دايما بتأخرنا في حياتنا. مساء الخير عليك يا ضحى، ومساء الخير على كل مشاهدينا. مساء الخير يا دنيا. العلاقات أكتر حاجة معقدة بمر بيها في حياتنا كبشر. مفيش حاجة معقدة أكتر من العلاقات البشرية. هي مش بس معقدة، هي كمان أخطر وأصعب حاجة. زي ما في علاقة ممكن تكون سبب في السعادة والفرحة وان انت تطلع لقدام، بيكون في علاقات تانية بتجيبك ورا. في علاقة ممكن تطلعك سابع سما، وفي علاقة تانية بتنزلك سابع ارض. احنا بنتأذي وبنتجرح وبنتوجع بالعلاقات اللي في حياتنا، وبنتشفي وبنعالج كل ده برضو بعلاقات تانية. يعني احنا بننضج وبنكبر وبنتعلم من خلال العلاقات اللي احنا بنمر بيها. وفي دراسة اتعملت من جامعة هارفارد استمرت لمدة 75 سنة. في خلال السنين دي كانوا بيحاولوا يشوفوا ايه اكتر حاجة بتأثر في حياة الانسان. في ناس كانت فاكرة انه ممكن تكون الفلوس، الشهرة، المناصب، لكن بعد نتيجة الابحاث دي اكتشفوا ان الحاجة الوحيدة اللي بتأثر في حياة الانسان هي العلاقات. ولقوا ان الناس اللي عمرها طويل وبتقدر تواجه امراض اكتر وصحتها النفسية والجسدية كويسة هما اللي كان عندهم علاقات طيبة في حياتهم. أما الناس اللي ما كانش عندهم علاقات كويسة كان حظهم وحش وعمرهم كان قليل، وللأسف ما كانش عندهم القدرة أنهم يواجهوا كل الأمراض والمشاكل اللي بتواجههم. والعلاقات المؤذية دي كتيرة قوي في حياتنا. يعني يا دميانة، عندنا مثلا علاقة الانتقاد. دايما كلنا عندنا عيوب، وكل ما بنقرب من بعض العيوب دي بتبان أكتر وبتتبرز أكتر. بس مفيش مانع أبدا من النقد، بس يكون نقد ايجابي، ما يجرحنيش نفسيا، ما يتعبنيش. ما يجيش مثلا شخص ويقول لي انت مش عاجبني كذا ومش عاجبني اعمل كذا ما تعملش، ويتحكم فيا ويحسسني ان انا ماليش اي قرار ولا اي امر، وحاسس دايما ان انا مهزوز في نفسي. النقد الايجابي اهم بكتير من النقد السلبي علشان ما ناذيش اللي قدامنا نفسيا. وعلاقه تانية اخطر من علاقه النقد يا ضحى هي العلاقه اللي ما بيبقاش فيها حدود. يعني نلاقي دلوقتي اوقات كتيره في علاقات كتيره احنا اصحاب، احنا اتنين مرتبطين، اي حاجه، فايه لازمه الحدود؟ احنا مع بعض. وفي شخص بيقرر انه يلغي كل الحدود من العلاقه رغم ان دي حاجه مؤذيه جدا وحاجه بتضر الشخص التاني. كونك ما عندكش اي حدود في العلاقه وفي فواصل، ده بيخليك انت تايه مش عارف انت بتتصرف التصرف ده عشان انت عايز ده ولا عشان هم عايزين كده. طب انت بتعمل الحاجة دي وانت مقتنع بيها، ولا في حد قالك انه اعمل كده فانت بتعمل كده؟ المشاعر والافكار وكل حاجة مرمية جواك، دي بتاعتك اصلا ولا في حد رماها جواك ومشي؟ لازم تفكر كويس في اي علاقة انت فين بالظبط. لازم تحط فواصل وحدود عشان ما تأذيش نفسك، عشان يوم ما العلاقة دي لأي سبب تبعد يبقى انت لسه محتفظ بنفسك. لو حتى دميانة، معلش لمقاطعتك، انا كان في علاقه اللي هي العلاقه مع اللاشيء، علاقه مع الانترنت. اتعرفت على واحد على الانترنت وبدات انا وهو نتكلم سوا، ورسمت في ذهني تفاصيل ليه، رسمت في ذهني هو عامل ازاي، بيتكلم ازاي، رسمت حياتي معاه من علاقه من الهوى، من الفراغ. انا لا شايفاه ولا هو شايفني، كل اللي احنا بنعمله شات على النت بس. حتى هو كمان بيرسم في ذهنه كل تفاصيلي، بيرسم ازاي هنعيش مع بعض بعدين. العلاقة دي مؤذية جدا جدا جدا، لان انا لا عارفة هو عامل ازاي ولا هو عارف انا عاملة ازاي. ولما بنتقابل بنكتشف حاجات كتير قوي بتهدم كل اللي احنا كنا بنبنيه، بتهدم كل حاجة كانت في مخيلتنا عن الشخص التاني. دي علاقة مؤذية جدا جدا جدا. قبل ما اتكلم عن علاقة تانية برضو مؤذية من العلاقات، خليني ارجع لنقطة الحدود. ولو انت لسه شايف ان انت ما عندكش حدود في اي علاقة، قوم اطمن على حدودك، قوم شوف حدودك في كل علاقة فين، واطمن ان انت ماشي صح علشان تقدر تكمل كويس.
من العلاقات المؤذية قوي برضو يا ضحى هي العلاقة اللي إن الشخص بيقرر إن هو يستنفذ الشخص التاني، هو عايزه يقدم له كل فروض الولاء والطاعة، أنا بعمل كده أنت لازم تعمل زيي، ما ينفعش تمشي غير بالرأي اللي أنا عايزه، وكأن الشخص ده لازم يلغي تفكيره ولازم يلغي وجوده عشان بس هو في علاقة الطرف التاني عايزه يبقى عنده كل الولاء ليه هو بس، يمشي بشخصيته ويمشي برأيه ويمشي بأفكاره، ودي برضو علاقة مؤذية جدا. انت في اي علاقة لازم يكون شخصيتك واضحة وشخصيتك طالعة وانت عارف تتحكم زي ما انت عايز، مش بتنقاد وخلاص، لازم يكون ليك رأيك المستقر، ما تسيبش نفسك انه اي حد يستثمر فيك، ما تسيبش نفسك انه حد يشوف نفسه فيك، ما تخليش حد يحقق احلامه الشخصية فيك انت، خلي ليك كيانك المستقل وشخصيتك الواضحة حتى في اي علاقة. انا عايز اقول لك يا دميانة ان كان في 2 اصدقاء كانوا دايما مع بعض في كل حاجه، على الحلوه وعلى المر، بس كان في واحد منهم دايما بينتقد التاني، دايما شايفه ان هو غلط في كل حاجه وبيتحكم فيه، زي اللي انت قلتيه ده بالظبط، عنده دايما سلطه، عايزه هو اللي يعمل كل حاجه، اي حاجه انا بقول عليها لازم انت تعملها، انا شايف الصح فين، انا اللي عارف انت هتمشي ازاي وما تمشيش ازاي، تمشي طريق ايه وتكمل فيه ولا لا، دايما شايف ان هو اللي عنده السلطه اللي يتحكم فيه زي ما هو عايز. بس للاسف الصداقة دي او العلاقة الصداقة دي ما بتكملش، لان دايما الطرف المهزوم شايف دايما ان هو يعني مهزوز، ما عندوش شخصية، دايما شايف ان التاني بيتحكم فيه في كل اموره وفي كل اللي هو نفسه يعمله ويحققه التاني بيهدمه فيها، دي علاقة برضو مؤذية جدا جدا. يمكن ده بيرجع لفكرة انه احنا بنخاف نسيب اي علاقة عشان كون انا خايف ملاقيش حد تاني يحبني، او انا لو سبت صاحبي ده او لو سبت الشخص المرتبط بيه مش هلاقي حد تاني يبقى معايا، لان احنا بقينا دايما بنفكر ان احنا عشان نتحب لازم يكون في شروط، بس انت لازم تصدق انك محبوب من غير اي شروط، انت محبوب لكونك انت بشخصيتك بفكرك، مش لازم عشان تبقى في علاقه تسمع كل الكلام اللي بيتقال علشان بس تحس انك محبوب، خليك مصدق انك محبوب وخليك مصدق انك مش محتاج شروط علشان تبقى محبوب ومقبول في اي علاقه، وهتلاقي نفسك انت بتطلع احسن حاجه عندك، وهتلاقي نفسك ان شخصيتك اللي انت شايف ان كل الناس مش بتحبها، لو انت طلعت شخصيتك الحقيقيه هتلاقي نفسك محبوب ومقبول من كل اللي حواليك. حتى يا دميانة في كمان علاقه اللي هي الشخص اللي بيبقى بمليون حال، انا ليا صديقه دايما شايفاها بمليون حال، النهارده اتكلمني كويس جدا، بالليل الاقيها اتغيرت وبقت على حال تاني، ما بقتش عارفه اتعامل معاها ازاي، ما بقتش عارفه اخد معاها قرار، طب احنا صداقتنا ماشيه ازاي، طب انت زعلانه، طب انت مبسوطه، طب انت عاوزه ايه، اخر ما بزهق بقول ها طب ايه وبعدين. باختصار شديد جدا العلاقات الطيبه بتختصر في كام حاجه بسيطه، اول حاجه ان الشخص اللي قدامك ده لازم يحسسك ان هو مهتم بيك، ان دايما بيسمعك واقف جنبك، يحسسك ان ودانه معاك ودماغه كمان معاك مش ودانه بس، دايما يحسسك ان هو موجود ومهتم بكل تفاصيل حياتك، لازم يقبلك بدون شروط، يقبل حياتك ويقبل تفكيرك ويقبل نقدك ويقبل منك كل حاجه، يقبلك انت كما انت. ويعني في النهايه كده وقت ما تلاقي نفسك في علاقه صحيه، وقت ما تلاقي نفسك في علاقه انت راضي فيها عن كل حاجه بتحصل، وانت طالع انت كشخصيتك انت بكلك بكل كمالك بدون اي رتوش بدون تجميل بدون اي مظهر انت حابب تتصنع بيه علشان ترضي اللي قدامك، يبقى مبروك عليك، وقتها انت تبقى في علاقة حقيقية، وقتها يبقى مبروك عليك ان انت لقيت حد ولقيت بيت دافي وونس تقدر تحتمي بيه، لقيت علاقة تبقى مطمن فيها ان انت هتبقى جميل بكل حاجة فيك حتى بعيوبك، انت في رحلة فطبيعي رحلتك هيكون فيها حاجات بتقع وحاجات بتقوم وهيبقى فيها مشاكل كتيرة، بس كون ان في شخص معاك بيسند الرحلة دي ومتقبلك فده هيساعدك تطلع لقدام احسن، وده هيساعدك ان انت تطلع كل حاجة كويسة فيك، يعني خليك دايما مع العلاقات السوية السليمة اللي بتساعدك ان انت تقرب من نفسك وتفهمها وتعرفها اكتر، وبتساعدك انك تقرب من ربنا، وحتى بتساعدك انك تقرب من ناس مش بتكتمك على مكان واحد بس. عندك حق فعلا يا دميانة، هو باختصار شديد جدا، وخلاص احنا قربنا على انتهاء الفقرة بتاعتنا، هو باختصار شديد جدا حب نفسك زي ما انت، ما تستناش من حد ان هو ينتقدك او يقولك كلمة او يستنى منك ان انت تبقى مش قد المسؤولية اللي انت فيها، حب نفسك زي ما انت
واطلع بالصوره اللي انت شايفها حلوه لنفسك. ما تستناش ابدا من حد ان هو يقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه. انت حلو زي ما انت وانت صح زي ما انت. خليك دايما مع البيت المنور الدافي الونس اللطيف. للاسف دي كانت يعني اخر حلقه لينا معاكم في الموسم الاول من برنامج كلام كبار. الى اللقاء.